أعزائي طلبة السمستر الرابع كلية التقنية بشخرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع بعضنا المحاضرة 12 في نظرية الآلات. أعزائي الطلبة، انتهينا في المحاضرة السابقة في Simple Harmonic Motion، وتكلمنا عن الحركة الاهتزازية. اليوم نتكلم عن صورة من صور Simple Harmonic Motion اللي هي حركة البندول. بفرض ان عندي بندول معلق طوله L، كتلة الجسم المعلق به M، ماس الويت اللي هو ام جي، الوزن الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، وحركت هذا البندول بزاوية مقدارها ثيتا. ولو بفرض ان الحركة هذه بزاوية صغيرة أقل من 4 درجات، بحيث ان هي سين الزاوية يساوي قيمة الزاوية، فإن الطروق بيساوي القوة اللي هو يساوي الوزن ام جي في سين ثيتا في ال ال، وبما ان سين ثيتا هتساوي ثيتا لان صغير زاوية صغيرة، فإن الطروق تي بيساوي ام جي ال ثيتا. ولهذا نعبر عن الطروق في هذه الحالة في حالة استخدام زاوية صغيرة، سين ثيتا بيساوي ثيتا بالريدياس في هذه الحالة. والآي اللي هو العزم الزاوي، آي بيساوي الماس في مربع الطول أو المسافة، يبقى ام ال سكوير. يعني نقدر نعوض عنها بالام ال هذه، ونبقى العلاقة على النحو التالي: الاي في الام ال سكوير، يبقى هذه نعوض عنها، يبقى اذا انجلر اكسلريشن بيساوي تي على اي، يبقى ام جي ال ثيتا على ام ال سكوير يبقى بيساوي جي ثيتا على ال. يعني نقدر نحطها ثيتا على الفا بيساوي ال على جي. يعني لو ضربنا الطرفين وسطين اللي هي جيتا جي في ثيتا بيساوي الفا في ال، جي في ثيتا بيساوي الفا في ال، او ثيتا اللي على الفا بيساوي ال على جي. يعني الانجلر ديسبلسمنت الازاحة الخطية على الانجلر اكسلريشن العجلة الخطية بيساوي طول البندول ضرب مقسوما على عجلة الجاذبية الأرضية. البرودكت تايم اللي هو الزمن الدوري بيساوي اللي هو تي بي بيساوي 2 باي في جذر الديسبلسمنت على الاكسلريشن، يعني 2 باي في الجذر ال على جي. The frequency oscillation ان بيساوي 1 على تي برودكت تايم، يبقى 1 على 2 باي في جذر جي على ال. هذه القوانين اللي نستخدمها في الحصول على، هذه القوانين التي تستخدم للحصول على الفريكوانسي او الحصول على برودكت تايم. من خلال العلاقة اللي احنا جبناها نستطيع استنتاج 4 قوانين رئيسية للو سيمبل بندولم. لو اوف القانون الاول اللي هو لو اوف ايزوكرونيزم للحصول على تايم اوف برايد اللي هي تي بي، او لو اوف ماس للحصول على ايضا للكتلة، او لو اوف لينث اللي هو ال جذر ال يعني، او لو اوف جرافيتي اللي هو الجي. يعني 4 اشياء يمكن الحصول عليها من العلاقة او من خلال العلاقة اللي فاتت، او القوانين القانون اللي احنا استنتجناه في الشريحة السابقة. من صور ايضا السيمبل هارمونيك موشن اللي هي كلوزلي كويلد هيليكال سبرينج اللي هو السلك الزنبوركي او الميزان الزنبوركي. السلك الزنبوركي هذا لو علقنا كتلة مقدارها ام لها ايضا وزن، وعملنا
وله مسافة إكس، مسافة الاتزان أو التحميل، وسحبنا هذه المسافة مقدارها إس، وبعجلة مقدارها إيه. فإن الديفلكشن أوف سبرينج يرمز لها برمز دلتا بيساوي الوزن على الإزاحة اللي اتحركتها، مقدار الإزاحة اللي أنت اتقل الوزن على المسافة، تسمى الديفلكشن أوف سبرينج. ديستريبيوشن ديستريبيوتنج فورس ام اي الريستورز فورس اس اكس عندما يتساوون، يبقى اذا اكس على اي بيساوي ام على اس. سويناهم الاثنين ببعض واصبحت الاكس على الاي بيساوي الام على الاكس. وهذه طبعا صورة ملخصة ل يعني ايه لما نعبر لك عن ام دي اكس تربيع، دي تربيع اكس على دي تي تربيع، اللي هي تمثل ناقص اس في اكس، او دي تربيع اكس باي دي تي بيساوي اس اكس على ام. ومنها اوميجا سكوير هتساوي اكس على ام، اكس على ام اوميجا سكوير. لإيجاد البرودك تايم اللي هو الزمن الدوري، تي بي أيضا في هذه الحالة بيساوي 2 باي على إكس على إيه. لإيجاد الفريكوانسي أو التردد بيساوي 1 على 2 باي جذر جي على دلتا، لأنها بيساوي إم على إكس. ومن ثم نستطيع حساب هذين القانونين، لان دلتا تساوي ام جي على اكس، فعوضنا عنها فطلعت بيساوي جذر 1 على 2 باي جذر جي على دلتا. هناخد مثال 4-3 الخاص بالسلك الزنبوركي. هيليكال سبرينج اوف نيجليجابل ماس، طبعا اهملنا كتلته، اند ويتش فاوند اكستند 25% مليمتر اندر ذا ماس 1.5 كيلوغرام، از ميد تو سبورت اوف ماس 16 كيلوغرام، ذا سبرينج اند ذا ماس سيستم از ديسبليسمنت فيرتيكالي ثرو 12.5 مليمتر and released determine the frequency of the neutral vibration of the system, find also the velocity of the mass when it 1.5 is 5 millimeter below of its reached position. طيب تعال نشوف المسألة بتقول ايه وايه الحاجات اللي عندنا. عندي كتلة مقدارها 60 كيلوغرام، عندي R بيساوي 12.5 مليمتر حولتها المتر، عندي الإزاحة 5 مليمتر حولتها المتر وخمسة من ألف. يقول لي الكتلة اللي هي 1.5 كيلوغرام سبرينج بتعمل لي 25% مليمتر، اذا 600 هتديني قد ايه. فبعد بجيب قيمة الدلتا، دلتا بيساوي 25% على 1.5 ضرب 60. زي ما انت شفنا احنا الدلتا بيساوي الام جي على اس. هذه قيمة الايه، هذه قيمة الدلتا بيساوي 1/100 متر.
لحساب التردد frequency of the system. ان بساوي 1 على 2 باي في جي على دلتا. احنا شفنا دلتا اللي هي 1/100 وجي ب 9.81 يدينا 4.98 هرتز. لحساب الفلوسيتي السرعة via this linear of the mass, the angular velocity omega بيساوي جذر جي على دلتا بيساوي 1/300. بعد كده بحسبها ب في بيساوي اوميجا جذر ار تربيع ناقص اكس تربيع، بطرحهم الاثنين من بعض، اوميجا مطلعها 31.32 و ار تربيع عندي و اكس تربيع عندي، اطرحهم من بعض بين 36/100 متر على الثانية. هذه السرعة. يبقى انا حسبت السرعة، حسبت الفريكوانسي، بعد حساب قيمة الدلتا.